لله وقفت دموعي تسيل. لا تسبها لا تسبها والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. أنا شو بيسمع التوبة يحسبها اليمين مع الخرمانين والمدمنين. لا يا مسكين الشاب يقول لك والله ما أقدر أسيب مثلا معصية كذا أو العادة السرية أو الصورة الفلانية أو المقطع الفلاني أو الأغنية الفلانية أو الأغاني أو أحب لي واحد أو أحب لي واحد أو ماني قادر أسيب. أنت تبغى جنة عرض السماء ما أنت قادر تضحي. أصدق الله التزم صح. دنيا فانية تذهب في ثانية ما تساوي عند الله جناح بعوضة. لا تصير زي المنافقين إذا عمل ذنب كأنه ذباب وقع على أنفه. أموت ولا أصل أموت ولا أخسر الجنة. أموت ولا يغضب الله. إيش تستنى التزم اصدق الله شمر راقب الله. انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الان لا ابدي النحيب. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ما في واحد واقف. يا اما تتقدم ولا انت قاعد تتاخر. انا العبد الذي كسب الذنوب صدته الأمان. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جنة غالية فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. عمرك في الجنة تدري كم؟ 33 سنة ما يزيد. الجنة ما في واحد عمره 34. كل يا كلما ارتفعت في درجات الجنة كلما كان النعيم. والله ما حد يدري كم بقي لك الحياة. انا وانت ما ندري كم بقي. والله ما تنايم نايم في البيت. خليك جاهز خليك مستعد خليك تائب خليك مسارع في الخير خليك سباق من الخيرات. والله نندم على كل لحظة ضيعناها كل دقيقة أسرفنا فيها وفرطنا فيها. كل مجلس ما ذكرنا الله فيه حسر علينا يوم القيامة. أيام قليلة سنوات معدودة نصبرها يا شباب على طاعة الله وبعدها نستمتع في الجنة إلى الأبد. الآن هنا الميدان هنا التنافس. اللي يصلي ركعة وتر مو زي اللي يصلي 11. اللي يحافظ على السنة الرواتب مو زي اللي يحافظ على الصلوات بس. اللي يصوم الاثنين والخميس مو زي اللي يصوم رمضان بس. خلي همك الدعوة. إما أن تحمل هم الإسلام أو الإسلام يحمل هم واحدة منهم. لا تنظر للشباب عليك بنفسك. أصدق مع الله يصدق الله معاك. ترى الحسرة مو الآن يا شباب. الحسرة يوم الحسرة. لا تصير مذبذب زي المنافقين. لا إله ولا ولا لا أنت ملتزم ولا أنت خربان. وصل خليك ملتزم صادق. هنا التنافس. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.